والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر. الايات ذكر العلماء في اسباب النزول انها نزلت في رجل من مشركي العرب اسمه الوليد ابن المغيره ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم المخزومي، وكان سيدا من سادات مكه ومن اكبرهم سنا، وكان يكنى او يلقب بريحانه قريش، اتاه الله علما واسعا، وكان يلقب بعدل قريش، كان بيعدل قريش كلها، لأن قريش بتجتمع مع بعض عشان تكسو الكعبة، وهو كان بيكسوها براو، عنده مال كثير، فأعجب ماله وثروته وأولاده الكتار، وكان من أولاده ثلاثة من الصحابة أسلموا بعد ذلك، اللي هم عمارة ابن الوليد وخالد ابن الوليد وهشام ابن الوليد، ثلاثة أسلموا، وعنده سبعة ثانية غير الثلاثة ديل، أولاد كتار جدا، فتكبر على الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني لما كان في بطن أمه كان وحيدا، لا مال له ولا ثروة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، عنده بساتين في الطائف، الثمار بتاعته في الصيف والشتاء، وبين الطائف ومكة عنده الغنم والإبل والنعم، وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا، يعني اولاده قاعدين عنده، وهذه العلماء قالوا من النعم ان ولدك يكون جنبك، وبنينا شهودا، ما اضطروا انه يسافروا بعيد منه ويخدموا غيره، لا قاعدين معاه وبيخدموه هو، وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا، يعني ربنا مهد له سبل الحياة وأسباب العيش ورغد الحياة من كل جانب، ثم يطمع أن أزيد، وطمعان ربنا يزيد بعده، لكن ما شكر نعمة ربنا عليه، وربنا أداه النعم دي كلها، شوف بالله متاع الدنيا، كون إنسان ربنا يديه من المال ما يعدل القبيلة كلها، قالوا المال بتاعه بلغ ألف دينار أو ألف دينار، دينار ذهبي، يعني مليون دينار ذهبي لحقته كلها، والأولاد عندي عشرة، والسن ربنا مد له في العمر، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر رجل في قريش هو، كويس؟ مع ده كله
قال ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. كلا، بعد ذاك بقى ماشي في نقصان. كلا انه كان لآياتنا عنيدا. عاند القرآن، كيف عاند القرآن؟ قيل انه كان يوم من الايام يستمع الى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رجل عالم قرأ الكتب السابقة، وهو أعلم قريش بأشعار العرب، وكان يلقب بالوحيد، بيقولوا له الوحيد لأنه زيه في العلم ما في. فكان يستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجع إلى مجلس من مجالس بني مخزوم وهم أكثر قريش عددا، ودي الفرع من قريش اللي فيهم أبو جهل، وكان سيد من سادات قريش عليه لعنة الله. فجلس في المجلس، قال إني استمعت إلى ما يقول محمد وإنا لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته. وده في مجلس من أعمر مجالس قريش. قالوا له إذن صبأت يا أبا الوليد، هو اسم الوليد وأبو الوليد برضو، إذا صبأت يا أبا الوليد، ولئن صبأت أنت لا يصبون شباب قريش. لو أنت بجد مع محمد كله والباقين حيتبعوه، لأنه أنت صاحب العلم وصاحب المال وصاحب السن والمكانة في قومك، لو تبعت محمد حيتبعوه كلهم. إذن قال لهم فما أقول، ورجع إلى بيته. فجاءه أبو جهل قال إني سأكفيكم إياه، أنا بقدر عليه. فذهب إليه أبو جهل فرعون الأمة اللعين، قال له يا أبا عبد شمس، وده من أولاده برضه عبد شمس، إني لحزين ومتأسف. مدنجر كده أبو جهل وكأنه بيبكي. قال على ماذا يا ابن أخي؟ قال إن قومك من قريش يجمعون لك مالا ليعطوك إياه لما بلغ بك من السن. وطبعا دي من أخطر أنواع التعيير عن قريش. زول سيد، زول مليان قروش، يجي يجمعوا له. قالوا له لأنهم رأوك تأتي عند محمد ابن أبي كبشة، وده نسب للنبي صلى الله عليه وسلم قديم، ومن عادات العرب لو دار يسيء الإنسان بينسبوه لجد قديم من أجداده. ولو تأتي عند ابن أبي كبشة وتأتي عند ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. بلا شو مزول خبيث كده ومجرم. قالوا له ما قال له ها شايفينك اقتنعت بالقرآن والقرآن ده كلام جميل وكذا، لا، قال له شايفينك بتمشي لمحمد وتمشي لأبو بكر الصديق، شكلك داير تاكل هناك ها تصيب من طعامهم. فعشان كده ناس قريش قال له قاعد يجمعوا لك في مال يدوك له عشان ما تمشي تاكل عند محمد مرة أخرى. طبعا ده يا اخواننا من أمكر الأساليب، كونه يحول موضع الحوار والنقاش، موضع النقاش في القرآن، والقرآن هو فصيح وبليغ
وأعجز العرب. لكن طوالي قال شنو؟ حول له موضع الحوار لحتة تانية عشان يستفزوا بحاجة هو ما بيقبلها. طيب كيف يقدر يعبر عن إنه هو ما جعان ولا داير الأكل؟ قال له فماذا أصنع؟ قال له قل في القرآن قولا يرضي قومك. عشان ما يقولوا أنت جعان ماشي تاكل. قل في القرآن قولا يرضي قومك. فطوالي مشى وجلس معهم عند مجلس بني مخزوم ودار يغير كلامه تاني من جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فجاء الوليد مرة أخرى وجلس في مجلس بني مخزوم. قال أترون أن ما يقول محمد شعرا؟ هل ما يقوله شعر؟ قالوا لا. قال أترون أن ما يقول هو من فعل الكهان؟ قالوا لا. شوف هم عارفين. قال وهل هو من فعل المجانين؟ قالوا لا. قال لهم إني أعرف كلام المجانين فليس بمجنون، وأعرف كلام الشعراء وليس بشاعر، وليس منكم أحد أعلم بشعر العرب مني. قال لهم ليس بشاعر ولا كاهن ولا مجنون. قالوا إذن ماذا نقول؟ قالوا ففكر وقدر، يعني قدر ما يقول في القرآن، ثم نظر ثم عبس، يعني كشر وشه، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. قال لهم بس نقول سحر، لأن السحر بيفرق بين الوالد والولد، وبيفرق بين المرء وزوجه، وما فعل محمد فرق بيناتنا، إذا نقول سحر. عشان كده ربنا قال سأصليه سقر، لأنه عارف الحد، وأبو جهل المعاو عارف الحد، قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 من الملائكة. قال سأرهقه صعودا، والصعود قالوا جبل دو جهنم، وسأرهقه يعني أجبره إلى صعود الجبل، يصعد الجبل في جهنم لو خدت فيه يده بتزوم، ولو خدت فيه رجله بتزوم، ويتصعد الجبل لحد ما يصل بعد 40 سنة إلى غاية الجبل ينحدر مرة أخرى. سأرهقه صعودا، حيكون بالشكل ده في جهنم إلى يوم الدين. ليه؟ لأنه قال عن القرآن سحر، وقال إن هذا إلا قول البشر، وهو يعرف إن القرآن هو الحق. ولهذا أيها المسلمون الكرام، ينبغي أن نخرج بأن نكون للقرآن محبين وموالين ومتعلمين، ونستفيد منه ونجعل إمام لنا. وأعرف كل من عاد القرآن ده مصيره، هذا مصير كل من عاد القرآن، سأرهقه صعودا وربنا أعد له سقر. نسأل الله تعالى العافية والسلامة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين، ووفقنا لكل خير لسعادة الدنيا والآخرة، إنك جواد كريم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.